أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في وصف الوحدة الثانية لمادة التربية الإسلامية. أعزائي الطلاب، تتناول هذه الوحدة موضوعات عدة منها سورة الإسراء، وتتناول الآيات الكريمة من سورة الإسراء دور القرآن الكريم في هداية الإنسان وبعض صفات الإنسان كالعجلة وعدم التأني، وتتناول أيضا بعض آيات الله تعالى في الكون. القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد، وتبين الآيات الكريمة الغاية من إنزال القرآن الكريم، وتتمثل في هداية الناس وإرشادهم إلى الخير وما ينفعهم في الدنيا والآخرة، فيعيش الناس في الحياة الدنيا في أمن وسلام، ولهم في الآخرة جنات النعيم. فالقرآن يهدي الناس إلى أفضل الأمور في حياتهم، ويدل استخدام اسم الإشارة هذا في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أيضا بيان الأجر الكبير الذي أعده الله تعالى لطائعيه، التحذير والوعيد بالعذاب الشديد لمن لا يؤمنون باليوم الآخر. من صفات الإنسان العجلة وعدم التأني. أيضا تخبرنا سورة الإسراء من صفات الإنسان التسرع وعدم التأني لاتخاذ القرار السليم، وهذا يجعل الإنسان ظالما لنفسه فيحمله فوق طاقتها. من أمثلة تعجل الإنسان مسارعته إلى الدعاء على نفسه وأهله في لحظة غضبه فيدعو عليهم بالشر كقوله اللهم أهلكهم أو ألعنهم، كما لو كان يدعو لنفسه وأهله الخير. إن الله تعالى لطيف بعباده فلا يجيب دعاء المتعجل بالموت أو الهلاك واللعنة والدمار. من آيات الله تعالى في الكون هما الليل والنهار اللتان جعلهم الله تعالى علامتين دالتين على عظمته وقدرته، فهما من النعم التي سخرها سبحانه وتعالى للإنسان، فجعل الليل مظلما للراحة والسكن والهدوء وهو المعتاد في حياة الناس، وجعل النهار مضيئا للحركة والسعي في طلب الرزق، ويتعاقب الليل والنهار ويعرف الإنسان عدد السنين. بعد ذلك عزيزي الطالب ننتقل إلى أحكام الإيمان. اليمين من الأساليب التي استخدمها الإنسان في إثبات كلامه وتوكيده، وقد بينت الشريعة الإسلامية أحكام الإيمان وضوابطه. الإيمان جمع يمين، وهو الحلف أو القسم بالله تعالى أو باسم من أسمائه الحسنى أو بصفة من صفاته العليا على أمر معين توكيدا له، كأن يقول الحالف والله لأصومنا يوم عرفة هذا العام. واليمين ثلاثة أنواع: اليمين المنعقدة، واليمين الغموس، واليمين اللغو. اليمين المنعقدة وهي الحلف الذي يقصد منه الحالف القيام بفعل المحلوف عليه أو الامتناع عنه في المستقبل، كأن يقول الحالف والله لأحضرن المال المطلوب مني غدا، أي مع وجوب الوفاء بهذا اليمين إلا أن من حلف على فعل شيء أو تركه كان الحلف خيرا من البقاء على اليمين. اليمين الغموس وهو الحلف الكاذب المتعمد على أمر حدث في الماضي، كمن يحلف أنه لم يأخذ مالا من زميله وهو في الحقيقة قد أخذه، أو حلف يمينا شهد به زورا وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبه في الإثم. ننتقل إلى اليمين اللغو وهو الحلف الذي يجري على ألسنة الناس من غير قصد اليمين أو الحلف على أمر يدل. بعد ذلك عزيزي الطالب ننتقل إلى التلاوة والتجويد وهو التفخيم، ونلاحظ الفرق بين التفخيم والترقيق. وعند نطق اللام المفخمة يشكل تقعر في وسط اللسان ويضيق الحلق، أما إذا نطقت مرققة فلا يحدث تقعر في اللسان. أيضا عزيزي الطالب هنا حروف اللغة العربية إما أن تكون حروفا مفخمة وإما أن تكون مرققة بحسب موضعه، ومن ذلك حرف اللام في لفظ الجلالة الله. بعد ذلك عزيز الطالب ننتقل إلى
مصادر التشريع الإسلامي وهو الإجماع، وهو مصدر الثالث للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. في نهاية الوحدة عزيزي الطالب، سيتمكن الطالب من بيان غاية أنزال القرآن الكريم، معاني مفردات جديدة من الآيات، يبين حكم اليمين وأنواعه، ويستنتج الأخلاق التي تميزت بها زوجة سيدنا أيوب عليه السلام. أما ربط هذه الوحدة مع المواد الأخرى عزيزي الطالب، ترتبط هذه الوحدة مع الصحة التي أثبتت الدراسة العلمية أن الاغتسال بالماء البارد مفيداً لصحة جسم الإنسان وتنشيط دورته الدموية وتحسين أدائه البدني ووظائفه البدني أو أعضائه، ويساعد في السيطرة على درجة حرارة الجسم وزيادة قدرته على تحمل الجهد البدني العالي. أيضاً مع تكنولوجيا المعلومات من خلال المصادر التي ستعود لها أثناء البحث وعمل الوحدة، ومن خلال المشروع الذي سيقدمه الطالب، فهو يحتاج إلى جمع المعلومات وترتيبها بالرجوع لمصادر موثوقة. مشروع الوحدة عزيز الطالب ستقوم بعرض تقديمي عن المسجد الحرام، ذاكرا فيها مكانة المسجد الحرام في الإسلام ومعالم المسجد الحرام. ويحظى المسجد الحرام بأفضلية وقدسية عالية، وقد استمر المسلمون برعايته والاهتمام به منذ فجر الإسلام إلى وقتنا الحاضر. والحرام هو المنطقة التي حددها نبي الله سيدنا إبراهيم حول الكعبة المشرفة، وأعاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيدها وجعل لها أحكاما خاصة بها، مثل عدم جواز الصيد فيها أو قطع شجرها. والمسجد الحرام هو أعظم مسجد في الإسلام، يقع في مكة المكرمة وتتوسطه الكعبة المشرفة. عليك عزيز الطالب أن تراعي أثناء هذا العرض أن يكون عرض فيه تحدث باللغة الفصيحة، وأن يكون عدد أفراد المجموعة 3. وهناك مصادر ستعينك على إعداد هذا المشروع عزيزي الطالب. بعد تحفظ دراسة هذه الوحدة عزيزي الطالب على امتلاك العقلية الدولية المنفتحة بمناقشة قضايا تتشارك فيها الإنسانية ومناقشة ثقافات مختلفة ضمن تعدد بيئات العمل المدروس، ويعزز مشروع الوحدة وما يرتبط به من بحث وأعداد عرض تقديمي سمات القيادة والانفتاح. وما هي أبرز الموضوعات والقضايا التي درستها في وحدتك ترتبط بالواقع وتمنحك تعلماً مستمراً مدى الحياة؟ ما رأيك في مشروع الوحدة وما التحديات التي واجهتك بعد دراسة هذه الوحدة عزيزي الطالب؟ شاكرة لكم حسن استماعكم.